ما حكم أخذ طريق أطول إلى المسجد لكسب أجل الخطوات إلى المسجد؟ لا خطأ هذا. الأصل تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلا إذا كنت تبحث عن الأجر، إذا جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة، فأنت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك، فأجرها أعظم من الخطوات التي تخطوها إلى المسجد.